طيب احنا ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض ان شاء الله الكورس. انا بس عايز اطمن الناس شايفين البرزنتيشن وسامعيني، حد بس يقعد ميوت الميكروفون بتاعه ويقول لي اذا كان الصوت واضح وال تمام الشاشه. يا دكتور. طيب، خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا هشتغل معاكم الكورس بتاع الكمبيوتر نتورك سكيورتي، الكود بتاعه سي اس اي 436. ان شاء الله واحد من الكورسز الممتعه جدا. واضح طبعا ان هو يعني كورس بناخده في الهايست ليفل من الدراسه بتاعتنا، بنقفل بيه يعني كونسبتس مهمه وبنتعلم فيه حاجات مهمه قوي، وبنبني على حاجات كتير اتعلمناها قبل كده. فده مبدئيا الكورس بتاعنا ان شاء الله. احنا النهارده هندي جنرال انترودكشن كده لحد، يعني مش هنطول قوي النهارده، هنعرف بس معلومات مهمه عن الكورس والتولز اللي هنستخدمها، ناخد جنرال انترودكشن كده لحد بس ما الريجستريشن ينتهي ونبقى عارفين احنا الاوفر اول بتوعنا مين ان شاء الله. طيب احنا ايه ليه بناخد الكورس ده وايه الاوبجكتيف بشكل عام؟ يعني احنا عندنا تو اوبجكتيفز. المفروض ان حضرتك في نهايه هذا الكورس لو سالت نفسك انا اتعلمت ايه او انا خرجت بايه من الكورس، المفروض التو اوبجكتيفز دولت مين اللي يتحققوا. طبعا اكيد في حاجات تانية، يعني كل واحد لما بيدرس حاجه بيتعلم منها شويه حاجات، لكن الاوبجكتيفز بتوعنا هنا احنا عندنا حاجتين. الحاجه الاولانيه ان حضرتك لازم تبقى خارج من الكورس فاهم يعني ايه نتورك سكيورتي، يعني ايه امن الشبكات والمعلومات بشكل عام كده، يعني تبقى عارف بعض الجوانب بتاعتها، فاهم يعني ايه سكيورتي، فاهم كل الترمينولوجيز اللي بتستخدم فيها، عارف الجوانب المختلفه للسكيورتي ايشوز اللي بتبقى موجوده في الانفورميشن سيستمز بشكل عام والنتوركس بشكل خاص. طيب ده الاوبجكتيف الاولاني. الاوبجكتيف الثاني بديتيلز شويه، احنا محتاجين نفهم ثلاث حاجات اساسيه ونبقى فاهمين الكونسبتس بتاعتها، اللي هي حاجه اسمها الكريبتوغرافي والنتورك سكيورتي بروتوكولز والميكانيزمز المختلفه عشان نقدر نسكيور الكمبيوترز. بالتالي دول بيعتبروا تقريبا الثلاثه مين فاونديشنز للنتورك سكيورتي. حاجه اسمها الكريبتوغرافي هنعرف ايه هي، والبروتوكولز المستخدمه في النتورك سكيورتي، والميكانيزمز المختلفه اللي اقدر اسكيور بيها الكمبيوترز المختلفه. فدي ده الكورس اوبجكتيفز بشكل عام، يعني دي الاوبجكتيفز بتاعت حضرتك لما نخلص الكورس المفروض نطلع بهذه المعلومات. طبعا بالاضافه لمجموعه من السكيلز اللي هنكتسبها والمهارات والكومبيتنسز اللي هنكتسبها لما نطبق كمان الحاجات ديت في اللابس بتاعتنا اللي هقول لكم عليها ان شاء الله. طيب احنا ايه الكونتنتس بتاعتنا؟ يعني احنا هندرس ايه في الكورس ده؟ احنا هنبتدي الاول عن اوفر فيو بشكل عام عن الكمبيوتر سكيورتي، وبعدين ده اللي يمكن النهارده هنقوله، وبعدين هننقل على حاجه اسمها الكريبتوغرافي، فدي هناخد فيها شويه تفاصيل. هنتكلم عن حاجه اسمها الكلاسيكال سايفرز، وبعدين هنتكلم على السيمتريك كي سايفرز، وهناخد حاجه اسمها الادفانسد انكريبشن ستاندرد، وبعدين هنتكلم على البلوك سايفرز والستريم سايفرز، وبعدين هنتكلم على حاجه اسمها البابليك كي كريبتوغرافي، وهنتكلم على واحد من اهم الالجوريزمز المستخدم اسمها الار اس اي، وبعدين هنتكلم على حاجه اسمها الكريبتوغرافيك هاش فانكشنز والمسج اوثنتيكيشن كودز، هنتكلم على حاجه اسمها الديجيتال سيجنتشرز، الكي مانجمنت والديستريبيوشن، اليوزر اوثنتيكيشن بروتوكولز، النتورك والانترنت سكيورتي، وهناخد فكره عن الانتروجن والميليشيا سوفت وير والفايرولز. الايفالويشن بتاعنا العادي التقسيمه العاديه اللي احنا عارفينها، احنا عندنا 10% على الكويزز وعندنا 25% على الاساينمنتس والبروجكتس. احنا عندنا اكتر من اساينمنت، اللاب اساينمنت، وهيبقى عندنا هوم وركس، وهيبقى عندنا يمكن تو بروجكتس بروجرامينج بروجكتس كده خفاف. الميد تيرم اكزامينيشن عليه 25% وهنشوف هنعمله ازاي ان شاء الله، وبعدين الفاينل اكزام عندنا عليه 40%. مينلي التكست بوك اللي احنا نستخدمه الكتاب اسمه كريبتوغرافيا اند نتورك سكيورتي برنسبلز اند براكتسز بتاع مؤلف مشهور او اسمه ويليام ستولينجز، واحد من الناس اللي بتكتب كويس قوي في الكمبيوتر ساينس اند انجينيرنج بوكس،
واحنا هنستخدم الطابعه السادسه بتاعت 2014 او الطابعه السابعه بتاعت 2017، يعني مفيش فرق كبير الا في ترتيب الشابترز مش اكتر من كده يعني، لكن مينلي يعني الاثنين اكزاكتلي ذا سيم يعني. فمينلي احنا هنستخدم ال 6 اديشن، ولكن لو انت عندك ال 7 اديشن مفيش مشكله، الكتب موجوده يعني برينتد في المكتبات اللي عند الكليه او هتلاقوها اونلاين يعني مفيش مشكله. طيب قبل ما نبتدي بالتفاصيل تعالوا نتكلم على this kind of trends، الدنيا ماشيه ازاي، ايه حكايه السكيورتي، والسكيورتي ظهرت امتى as a science وdiscipline، والناس ككمبيوتر انجينيرز بدات تتكلم على السكيورتي امتى. الحقيقه السكيورتي as a science as a practice as a profession as a job بدا يظهر، طبعا انا مش بتكلم على السكيورتي اللي هم بيقفوا قدام المنشآت يعني، بتكلم على النتورك والانفورميشن سكيورتي بشكل عام يعني. الحقيقه بدايه الكلام عن السكيورتي كان مع ظهور النتوركس، فكره الكمبيوتر نتوركس بشكل عام، وطبعا ظهور الانترنت بشكل اكثر يعني تحديدا، هو ده اللي دفع السكيورتي تو ذا فور فرونت زي ما بنقول يعني، ده اللي خلى السكيورتي تبقى موجوده على اهتمامات كل الناس اللي بتشتغل في الكمبيوتر ايا كان كومبيوتنج ديسيبلين والنتوركس في اي نوع من انواع البيزنس. الحقيقه ليه مع ظهور النتوركس، الحقيقه النتوركس عملت لنا حاجتين، يمكن لو نفتكر الكلام ده من الكورس بتاع الكمبيوتر نتوركس، النتوركس الحقيقه ادتني حاجتين مهمين قوي، خلت الاتاكس على الانفورميشن سيستمز تبقى موجوده بشكل اسهل واكثر. الحاجه الاولانيه هي فكره الريموت اكسس، فكره الريموت اكسس والشيرد ريسورس. النتورك اصلا معموله عشان نقدر نكسشينج انفورميشن وعشان نقدر ناكسس ريسورسز، سواء الريسورسز دي كانت كومبيوتنج ريسورسز او داتا ريسورسز او ايا كان ريموتلي، مش لازم ابقى قاعد قدام الكمبيوتر. زمان قبل ما يبقى فيه نتورك لو كنت عايز اكسس فايل موجود على ستورج في كمبيوتر معين كان لازم اروح للكمبيوتر ده، اروح لحد عنده واقعد قدام ال whatever الكونسول الافيلابل، سكرين كيبورد ماوس او ايا كان يعني، وابتدي اكسس الريسورس ده، افتح الفايل او اشغل البروجرام بتاعي او اعمل عليه اي نوع من انواع الكمبيوتنج يعني. الحقيقه النتورك ادتني لما بدات تظهر النتورك اداني امكانيه مختلفه تماما، ان انا اقدر اعمل الكلام دوت من غير ما انتقل بشكل فيزيكال للمكان اللي انا عايز اكسس الريسورس اللي موجوده فيه. فدي فكره الريموت اكسس وفكره شيرنج، وهي دي الهدف الاساسي من النتورك، احنا بنبني النتورك ليه اساسا؟ عشان نقدر نعمل كده. لكن لان كل يعني سلاح بيبقى له حدين زي ما بيقولوا، او كل امر ليه جانبين، جانب مشرق وجانب مظلم، الجانب المشرق طبعا كان تسهيل الوصول للكمبيوتنج ريسورسز بسهوله، لكن كان الجانب الاخر هو ان بقى في مشكله دلوقتي، بقى في مش لازم كل الناس اللي هتوصل للريسورسز دول تكون ناس طيبه يعني، في ناس شريره، في ناس وحشه ممكن تيجي وتوصل للريسورس ده ريموتلي، مش بهدف ان هي تعمل كومبيوتنج او تشير ريسورس، لكن بهدف ان هي تاتاك الريسورس دوت. سواء الاتاكينج ده كان في شكل ان انا باخد معلومات مش من حقي ان انا اخدها، او بستخدم الكمبيوتر وانا مش من حقي استخدمه، او ان انا ابوظ الانفورميشن او اوقف الكمبيوتر عن الشغل، يعني بعمل حاجه الليجال على الديفايس ده. فدي كانت احد المشاكل الكبيره، زي ما النتورك سهلت على الناس الشغل لكن فتحت الباب لنوع جديد من التهديدات اللي ممكن تحصل من ريموت يوزرز على الريسورسز الافيلبل عندي. دي يمكن الجانب الاول
من وجود النتورك. المشكلة التانية أو الحاجة التانية اللي ظهرت مع النتورك إن ادتني حاجة اسمها اتاك سيرفس. بمعنى إيه؟ الاتاكر لقى أو الهاكر أو هو ايفر أو الشخص الوحش دوت، هنلاقي إن هو بقى عنده ريسورسز كتيرة يقدر يعمل عليها اتاكس، في نفس الوقت بقى عنده ريسورسز كتيرة يستخدمها في الاتاكس. لأن هنلاقي ان انا عشان اقدر اعمل اتاك انا محتاج some sort of computing power، انا محتاج يعني الاتاكس دي مش حاجه بسيطه يعني، بالذات لو السيستم متامن، السيستم لو عليه security measures معينه، انا عشان اقدر اتاك السيستم ده انا محتاج اعمل حاجات كتير يعني. فعشان اقدر اعمل الحاجات ديت انا I need to use computing resources، وجود الكمبيوتنج ريسورسز دي تحت ايدي بقى مهم عشان اعرف انجح في الاتاك بتاعي، وبالتالي ممكن استخدم ريسورسز كتيره من النتورك. لو انا مثلا عشان اقدر اتاك سيستم معين انا محتاج البروسيسنج باور بتاع 100 كمبيوتر، انا برضو كاتاكر مش محتاج ان انا اون ال 100 كمبيوتر، انا ممكن استخدم 100 كمبيوتر من اللي واصلين على الانترنت دلوقتي واستخدمهم في الاتاك بتاعي. طبعا دي عملية خطيرة جدا وتهديد ظهر مع ظهور النتوركس وبدأ يبقى على الفور فرونت زي ما بنقول مع ظهور الانترنت. والناس بدأت تتكلم على السكيورتي من حوالي 30 سنة بشكل أكثر كثافة ابتداء من التسعينات، وفي التسعينات بدأت تظهر أنواع من الأتاكس. يمكن اللاين اللي طالع ده اللي لونه أحمر غامق ده محطوط عليه كده as a timeline، لو خدتوا بالكوا الـ x-axis ده عبارة عن timeline من سنة 90 لحد دلوقتي تقريبا 2020 اللي بيحصل، تمام؟ ودي أنواع الأتاكس. اللاين زي ما انتوا شايفين بيطلع، يعني عمال يطلع ليه الـ vertical axis ده، طبعا ده ما هوش دايجرام يعني ساينتيفيك، ده إلاستريتيف دايجرام، لكن لو قلنا ان كلما ارتفع الخط ده بنقول هنا ده بيعبر عن الاتاك سوفيستيكيشن، هاو سوفيستيكيتد از ذا اتاك. الاتاك ده يعني شكله او تعقيده شكله عامل ازاي واثره وخطورته شكلها عامل ازاي. فمع الزمن هنلاحظ ان الاتاكس عماله التعقيد بيزيد وفي نفس الوقت خطورتها وأثرها والخسارة اللي بتنتج عنها بتزيد. أوكي؟ ولو بصينا كده على التايم لاين ده ونشوف كده بعض العلامات دي تعتبر يعني الميجر اتاكس اللي حصلت في تاريخ النتورك والسيكوريتي في الكام سنة اللي فاتوا، في الثلاثين سنة اللي فاتوا، هنلاقي ان احنا بدأنا مثلا يعني من اوائل انواع الاتاكس اللي بدأت تظهر حاجة اسمها الانترنت سوشيال انجينيرينج اتاكس. سوشيال انجينيرينج هنا بنقصد بيها عمليات التحليل للعادات بتاعة المستخدمين عشان نقدر نديتكت منها معلومات تفترض تكون سرية، زي ايه؟ مينلي ان انا احاول اخمن الباسورد بتاعة الاذر يوزرز. احنا قلنا الناتور كانت بتعمل الريموت اكسس، فالاتاكر عايز يوصل ريموتلي لكمبيوتنج ريسورس مش من حقه يوصل له. طبعا كان الاول حاجه كانت بتتحط كده اوكي مفتوحه اي حد يقدر يدخل. عايز اقول لكم مثلا سنه 91 وانا في، لو انا فاكر كنت في سنه اولى كهربا في كليه عندنا، وبدات شبكه البحث العلمي وشبكه الجامعات المصريه، الانترنت نفسها زي ما يمكن قلت لكم في كورس النتوركس قبل كده كانت بدأت تظهر في الدنيا سنة 93، لكن قبلها كان في نتوركس يو كان يوز ات، ما هياش الانترنت اللي احنا عارفينها دلوقتي، لكن كان في بعض الشبكات، وكان من أهمها ان احنا عندنا شبكات علمية كانت بتوصل بعض الجامعات والمراكز البحثية. فسنة 91 كانت شبكة البحث العلمي اللي موجودة بتتبع أكاديمية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، كانت بدأت تتيح للناس ان هم يقدروا يبقى عندهم ايميل اكاونتس. ايميلز كانت لسه يعني ما انتشرتش بهذا الشكل. فوانا في اولى كهرباء وكان زميلي الدكتور احمد حسن، كنا دفعه واحده وحاليا عميد كليه الحاسبات في جامعه النيل،
وزميلنا الاستاذ في قسم هندسه الحاسبات في كليه الهندسه جامعه عين شمس، كنا في اولى كهرباء ساعتها، ورحنا انا وهو ورحنا عملنا اشتراكات في الشبكه ديت، وبقى عندنا ايميل اكاونتس. سنه 91 كان يعني عدد الايميلز اللي في الدنيا بعشرات الالاف، يعني ما هوش المليارات اللي احنا عارفينها دلوقتي. فكان عندنا اكاونتس واشترينا مودمز، وبدانا ندخل عن طريق الكمبيوترز بتاعتنا، عن طريق خطوط التليفون باستخدام الاكسترنال مودمز ديت. كان كل المطلوب منك انك جاست تو دايل ان الرقم، يعني انت في الاكاديميه دون رقم تليفون دايل ان عليه، وونس ان الخط كان مش مشغول انت يو ار كونكتد بس وخلاص، لا بتدخل يوزر نيم ولا باسورد ولا اي حاجه خالص، يو جاست دايل ان. فبقيت على النتورك بتاعت اكاديميه البحث العلمي، وتقدر تستخدم شويه الريسورسز اللي كانت متاحه على النتورك، زي انك تبعت ايميل لحد او تعمل سيرش في بعض الابحاث اللي كانت افيلبل ساعتها. طبعا الانترنت كانت حاجه، او النتورك ساعتها كانت غير اللي احنا عارفينها دلوقتي خالص. بس الشاهد من كلامي ان انت يو جاست دايل ان ا نمبر اند ذن يو ار ان، خلاص انت جوه النتورك يعني. فالناس حتى كانت بتفكر، يعني التفكير ما كانش في واخد في الاعتبار اي نوع من انواع السكيورتي. انا مجرد ما انا عملت دايل ان على الرقم انا دخلت على النتورك خلاص، بقيت جوه. طبعا بدات الناس الوحشين اللي هم الهاكرز بقى، او الناس بدات تقول طب لا ما احنا ندخل احنا كمان. فبدات الناس تبروتكت الاكسس بميكانيزم بسيطه جدا، يوزر نيم وباسورد. قبل ما حضرتك تخش هتدايل ان مثلا على النتورك، بس يو هاف تو بروفايد يوزر نيم اند باسورد على لوجن سكرين في الاول عشان يدخلك. طيب هل الاتاكرز يسكتوا؟ يعني انا كده خلاص قفلت وعندي سكيورتي ومش من حق اي حد يدخل؟ لا طبعا، ما انا وانس ان انا عملت كده بدات الاتاكرز دولت يحاولوا يعملوا حاجه اسمها باسورد جيسنج. للاسف البشر tend to use common passwords. احنا كبني ادمين ما بنطلعش قوي الباسوردز اللي هي نون جيسبل. دايما الواحد عشان ما ينساش الباسورد بتاعته بيحاول يستخدم باسورد سهل انه يفتكرها. الباسورد اللي سهل انك تفتكرها دي غالبا مرتبطه بخلفيتك الثقافيه والمجتمع اللي انت عايش فيه. لو دورنا دلوقتي على جوجل النهارده، دوروا مثلا على حاجه اسمها باسورد ديكشنريز، هتلاقوا في فايلز موجوده على الانترنت دلوقتي فيها الموست كومن مثلا 10,000 باسورد. اميزنجلي الباسورد دي الناس بتستخدمها بشكل يعني كثيف جدا. عشان كده السيستمز اللي بتحاول تهرب من القصه دي يقول لك لا 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 استنى، انت ما ينفعش تديني كلمه كده وخلاص، ده لازم كلمه السر بتاعتك يبقى فيها حروف كابيتال وحروف سمول ويبقى فيها ارقام ويبقى فيها سبيشال كاركترز او سيمبلز، لازم تحط علامات مش بس حروف وارقام ومش عارف ايه يعني. وبالتالي ده كان من اوائل انواع الاتاكس على الاطلاق. الاتاك ده زي ما انتم شايفين هو اتاك بسيط، يعني ما هوش ذات سوفيستيكيتد، انا بس بحاول اجس الباسورد عشان اخش مكان واحد. بس الحقيقه النولج اللي كانت مطلوبه عشان تقدر تعمل حاجه زي كده كانت نولج عاليه، ما هياش حاجه يعني ايه بسيطه يعني عشان تقدر تعمل سوشيال انجينيرنج. طبعا زي ما بقول لكم دلوقتي يو كان سيرش فور باسورد ديكشنريز، لكن في الوقت ده ما كانش فيه حاجه زي كده. مع الوقت بدا يظهر اذر اتاكس. واحده من الاتاكس الشهيره، احنا عارفين ان النتورك بيزد على الترافيك بيزد على حاجه اسمها الباكت سويتشنج، الفكره الاساسيه اللي عملها كلاين روك في الستينات وبدات تستخدم بعد كده بكثافه، واتعمل فكره الباكت سويتشنج. الفكره ديت بتعتمد على ايه؟ ان انا بقسم الداتا بتاعتي اللي انا ببعتها من كمبيوتر لكمبيوتر اوفر ذا نتورك
في شكل باكتس، والباكتس بيبقى فيها جزء من الداتا زائد الهيدرز. لو تفتكروا الكلام بتاع كورس النتوركس، الهيدرز دي بيبقى فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك والسورس بورت والديستنيشن بورت والباكت لينس والنوع بتاعها اند سو اون. فبدا الاتاكرز يعملوا ايه؟ يبتدي يصطنع باكتس يحط فيها الداتا بتاعته ويبعتها الكمبيوتر على انها من كمبيوتر تاني. هو جاست بيخش يبعت باكت مغير فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، وفي المعامل هنشوف البتاع دي بتتعمل ازاي. ده نوع مختلف من الاتاكس، وزي ما انتم شايفين هو بيأتاك الطبيعه بتاعه النتورك نفسها. الاتاكس بدات تتطور مثلا لحاجه اسمها السيشن هايجاكينج، ان انا بدل ما اتعب نفسي واحاول اجاس الباسورد ولوجن مكان حد تاني، انا اسيب اليوزر لحد ما يلوجن ويفتح سيشن وبعد كده اخش انا مكانه عن طريق الباكت سبوفينج والاي بي سبوفينج. فانا هسيبه يلوجن وانا ابتدي ايه اخش مكانه. الاتاكس دي كلها كانت بتعتمد على شطارة الاتاكر، لكن بعديها بثلاث اربع سنين بدأ تظهر لما اضم بقى البروجرامينج سكيلز مع الاتاكينج والنتورك نوليدج، بدات تظهر حاجه اسمها الاوتوميتد بروبز اند سكانز تولز. بقى ده بدا هنا الانترودرز المختلفين مش بس يحاول يقعد بقى على الكمبيوتر وياتاك، ده بدا يكتب بروجرامز، والبروجرامز دي هي اللي بتبتدي تحاول مثلا تكتشف هي ايه البورتس المفتوحه. فانا ممكن اكتب بروجرام بالساكت زي ما احنا اتعلمنا في الكورس بتاع النتوركس، وانا عايز مثلا اعرف الاي بي ده ايه البرامج اللي موجوده على انهي بورت ولا اي حاجه، انا مش هقعد اجس، انا هكتب برنامج بالسوكت واحط في فور لوب، وكل مره البورت نمبر من البورت مثلا رقم واحد لحد البورت رقم 1000 اللي هم الكومن بورتس، واحاول افتح كونكشن. وحاول افتح كونكشن مع البروجرام دوت، ولو لقيت ان البورت دي فتحت اسجل عندي ان البورت رقم مثلا 25 اي كان كونكت اون ات. 25 دي بتاعت الاس ام تي بي، يبقى غالبا الجهاز دوت عليه سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، ذن اي كان كمبيوتر، وبعدين احاول بقى ايه اتاك السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول سيرفر ده او الميل سيرفر ده. مع الوقت تطور حتى الجي يو اي كمان، يعني مش بس بروجرامز بسكريبتس وكده، لا ده كمان ليها جي يو اي انترفيس، وبقى في بروجرامز مثلا تشغلها شويه ترجع لك بالنتورك توبولوجي، ترسم لك النتورك توبولوجي اند سو اون. وبدا الاستغلال بقى الانترنت، وبدا تظهر الاوتوميتد وايد سبريد اتاكس، وبدا يظهر بدل ما اتاك من الجهاز بتاعي او اعمل تول تعمل اتاك، انا ممكن التول دي نفسها انشرها الاول على عدد كبير من الكمبيوترز عن طريق ورم مثلا او فيروس، وفي وقت معين اي كان كوماند ذيس سوفت ويرز اللي انتشروا ان هم كلهم يعملوا اتاك معايا في نفس الوقت. وبدا يظهر الحاجه اللي سميناها الروبوت نتوركس او البوت نتس، اللي كان بدا يظهر منها حاجه مهمه قوي اللي هي الدينايل اوف سيرفيس اتاكس. كنا اتكلمنا عن الدينايل سيرفيس اتاك قبل كده، والدينايل سيرفيس اتاك بتستغل حاجه بديهيه في النتوركس. احنا قلنا في الباكت سويتشنج بنعتمد على فكره الايه الستور اند فورورد، مش كده؟ يعني عشان نقدر نعمل بقى نتورك شيرنج ونيوتلايز النتورك ونوصل عدد كبير جدا من الكمبيوترز على نفس النتورك ونقدر نشير الميديم، فاحنا بنشتغل بطريقه اسمها ستور اند فورورد. انا باخد لو انا دلوقتي عندي ديفايس او كمبيوتر او راوتر او وات ايفر جوه النتورك بتاعتي، فلما بيجي له باكت من الداتا بيستور الداتا دي لفتره معينه، وبعدين يعمل لها فوروردنج للنكست هوب على حسب طبعا الافيلابيليتي بتاعت النتورك واللاين والروت والحاجات العظيمه دي. ولو تفتكروا كنا اتكلمنا ان ده بيجي معاه اثرين جانبيين، ان بقى في عندي كيوينج ديليز، وبقى في عندي فكره الايه الدروبد باكتس، ان انا ممكن لو جيت الباكت بتاعتي على ديفايس ومفيش مكان في البافر بتاعته ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها دروب، مش كده؟ وبالتالي السورس بتاع الداتا دي لو بيستخدم ريلايبل ترانسميشن بروتوكول
زي التي سي بي، فمش هيجي له اكنولجمنت، فهيبتدي يتايم اوت ويبعتها تاني. بعض الاتاكرز بداوا يستغلوا الفكره دي، انه كل اللي بيعمله ايه، انه بيبعت كميه ضخمه جدا من الباكتس بحيث انه يملى البفرز بتاعت سواء الراوترز اللي موجوده في النص او الفيكتيم ماشين، يبعت لها عدد كبير جدا من الريكوست بحيث ان انا املى البفر بتاعتها. وفي الحاله ديت اي حد تاني هيحاول يبعت داتا للديفايس ده هيحصلها دروب سمبلي، لان خلاص ما هو البفرز بتاعته مليانه، هيحط لك الباكت بتاعتك فين. وفي الحاله دي انت عملت حاجه اسمها denial of service، انت كده خليت الديفايس شغال وكونكتد وكل حاجه لكن غرقان مليان داتا اي كلام، ما هيش حقيقيه. فالريكوست حقيقيه لما تيجي تدخل عليه تلاقيه مش شغال. دي مشكله كبيره جدا، او نوع من الاتاكس اللي اسمه denial of service. وبدا مع مثلا انتشار استخدام البراوزرز، الويب براوزرز، بدات تتعمل اتاكس مخصوصه تاتاك البراوزرز. و مع الوقت مع انتشار بقى السيستمز بدات تظهر تولز وتكنيكس تحاول تكتشف الفولنرابيلتيز في السورس كودز بتاعت برامج معينه. زي ما قلت من شويه، مثلا انا اكتشفت ان الجهاز ده عليه او الفيكتيم ماشين دي عليها ميل سيرفر اس ام تي بي سيرفر من نوع معين. طب ما انا ممكن لو انا عندي السورس كود بتاع السيرفر ده which is available، لو انا بستخدم حاجه اوبن سورس او حتى كودز متسربه، لو انا اتاكر شاطر او انا عندي معلومات كويسه عن البروجرامنج، انا ممكن افتح السورس كود ده واقراه واعرف ايه المشاكل اللي موجوده فيه، ايه نقاط الضعف اللي انا اقدر اعمل عليها اتاكس. عشان كده مثلا هتلاقوا ان تسريب الكود بتاع برامج مشهوره و المفروض ان هي كلوزد سورس بتعتبر يعني حدث تلاقي كل الناس بتتكلم عنه. لما حصل مثلا مش عارف الويندوز اكس بي السورس كود بتاعها اتسرب بشكل ما من مايكروسوفت، الدنيا اتقلبت. ده ليه؟ لان ببساطه السورس كود ده لما اتسرب من عند مايكروسوفت للمايكروسوفت ويندوز، ده معناه ان كل الهاكرز اللي في الدنيا يقدروا يبصوا على السورس كود ويقدروا يكتشفوا اذا كان في نقاط ضعف في السورس كود ده they can use for building their own attacks. والمشكله طبعا احنا عارفين يعني السوفت وير، احنا متعلمين الريوزابيليتي بتاعت السورس كود. مش معنى ان الكود بتاع ويندوز اكس بي هو اللي اتسرب ان الويندوز 10 دلوقتي امنه، ما احنا مش عارفين. لا ده احنا متاكدين ان اكيد في كودز كانت مكتوبه في الويندوز اكس بي ما زالت مستخدمه في الويندوز 10 وفي الفيرجنز اللي هتيجي بعد كده. ما حدش قال ان يعني انا بكتبها فروم سكراتش. انا دايما بعوي الكود اللي انا بمتلكه كمؤسسه او حتى كفرد. المهم يعني انا مش عايز اخدهم اتاك، لكن مع الوقت زي ما انتم شايفين الاتاكس بتزيد والاثر بتاعها بيزيد بشكل كبير جدا جدا جدا. يمكن كان من الحاجات اللي بدات يعني اتاكس شهيره بدات تظهر من بعد 2010 فكره الكاونتر فيت هاردوير، ان الاتاك يبقى مش سوفت وير انت بتحاول تانستوله في شكل فيروس او مالوير على الجهاز، لا ده الاتاك جاي في البروسيسور نفسه. يعني البروسيسور نفسه او النتورك تشيب او وات ايفر فيها اصلا في الهاردوير ديزاين بتاعها مشكله، ان هي مثلا الداتا زي ما بتتبعت في لو راوتر مثلا او سويتش، زي ما بيسويتش الداتا ويبعتها من مكان لمكان بيبعت نسخه منها ثانيه لمكان اخر. وطبعا دي من الحاجات الشهيرة جدا اللي كان متهم فيها دايما المصنعين الصينيين، يقول لك والله انت لو اشتريت الراوتر ده انت ما انتش ضامن ان الداتا بتاعتك مش هتتسرب منه. طبعا الكلام ده مشهور جدا على المصنعين الصينيين. هل ده معناه ان بقيه المصنعين ما بيعملوش كده؟ لا طبعا بيعملوا كده، بس ما تقفشوش يعني، او يعني الدعايه ما جابتهمش، لكن يعني بنسبه 99.999 ما فيش مانيفاكتشر ما بيعملش كده يعني بشكل او باخر. لكن برضو من الحاجات اللي بدات تبقى خطيره جدا فكره السايبر فيزيكال اتاكس. السايبر فيزيكال اتاكس دي بقى مشكله كبيره جدا 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 جدا.
ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاتاكر او الهاكر بيحاول يهاك كومبيوتنج سيستم، الكومبيوتنج سيستم ده متصل بفيزيكال سيستم. فيزيكال سيستم زي مثلا ان انا اتاك الكمبيوتر اللي موجود جوه عربيه، عربيه ماشيه في الطريق وانا باتاك الكنترول يونت اللي جواها نتيجه ان العربيه دي كونكتد على الانترنت. احنا عارفين دلوقتي الكونكتد كارز دي بقت حاجه معروفه، يعني احنا مش بنتكلم كمان على الهاي اند تكنولوجيكال كارز زي السيلف درايفنج كارز والاوتونوموس كارز والحاجات بتاعت تسلا والحاجات العظيمه ديت وجوجل وبتاع، لا لا انا بتكلم حتى على العربيات العاديه اللي هي ببساطه فيها كونسول اللي هو بتاع الانفوتينمنت دوت، وفي جي بي اس مثلا ونافيجيشن سيستم ومتصل على الانترنت او على النتورك. بنتكلم في عربيات عاديه خالص، يعني عربيات بنزين عاديه. لكن لو بصيتوا مثلا برضو دورتوا كده على اليوتيوبز وشفتوا فيديوز عن الكار هاكينج هتلاحظوا يعني حاجات مرعبة. عربية ماشية وأنا مثلا بقفلها وهي ماشية، بعمل لها شوت داون أو بقفل العربية وبقفل الموتور أو أديس إنجيج الإي سي يو بتاع الفرامل. دي طبعا مصيبة لأن ممكن اللي راكب العربية في الوقت ده يعمل حادثة مثلا، وبالتالي الحادثة دي قد تؤدي إلى إصابة أو وفاة. فهنا بقى بنتكلم على التاكس الخطورة بتاعتها تعدت مجرد إن أنا بسرق ديتا أو ببوظ ديتا إلى التاكس تؤدي إلى إصابات وإلى يعني مشاكل، ما هياش حاجة بسيطة يعني، وممكن كمان حالات وفيات. والاتاكس دي يمكن برضو شكل منها اكثر اثرا واكثر ضخامه في الاثر بتاعه، الاتاكس اللي ممكن تتارجت الكريتيكال انفراستراكشر. هنا بقى احنا مش بنتكلم على ان احنا بنتاك سايبر فيزيكال سيستم بتاع عربيه ولا طياره ولا وات ايفر، لا احنا كريتيكال انفراستراكشر بتاعه مدينه او بتاعه دوله، زي مثلا انا اتاك شبكه الكهرباء في مكان ما. شبكه الكهرباء كلها دلوقتي سمارت ميترز وكنترولرز ومحولات بنشتغل عليها بالكمبيوتر اند سو اون، ووقع الشبكه دي او شبكه الميه او شبكه الغاز او شبكه الاغاثه بتاعه البوليس النجده او بتاعه الاسعاف، الحاجات دي كلها دلوقتي بتستخدم اي بي نتوركس، ولو انا عملت عليها اتاك فانا بوقع حاجه بنسميها البنيه التحتيه الحرجه الكريتيكال انفراستراكشر. وعشان كده قانون مكافحه جرائم تكنولوجيا المعلومات اللي طلع في اغسطس 2018 كان من ضمن العقوبات والحاجات اللي خدها بالها منها القانون، كان بشكل اساسي الاتاكس على الكريتيكال انفراستراكشر. ولو حد بيعمل كده يعني بيعاقب عقاب ضخم، يعني ده غير بقى ما يعني ده مجرد الاتاك على الكريتيكال انفراستراكشر، حتى لو الاتاك ده ما عملش مشكله. طبعا المشاكل بعد كده لو حد اصيب ولا حاجه ده بيعاقب بقانون العقوبات، لكن محاوله الاتاك على الكريتيكال انفراستراكشر لوحدها بقت جريمه وجريمه كبرى. يعني هو الاتاكس عموما في مصر دلوقتي من سنتين بقت تبقى مجرمه بالكامل، حتى لو الاتاك ده كان حد بيلعب يعني وما عملش حاجه بجد يعني. فاوفر اول القانون يعني بيعاقب، وانا يعني انا تشرفت ان انا كنت من اعضاء اللجنه اللي حطت اللائحه التنفيذيه بتاعت القانون دوت. بشكل عام زي ما انتم شايفين في ال 30 سنه اللي فاتوا فكره ان انا يبقى عندي اتاكس على الكمبيوتنج سيستمز بتاعتي ثرو النتورك بتزيد بشكل كبير. محدش فينا النهارده ما جالوش فيروس ضرب له فايلز، او طبعا من اشهر الحاجات اللي ماشيه في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا الرانسام وير، ان يجي لك فيروس يشفر كل الفايلز بتاعتك ويقول لك عشان ارجعها لك لازم تدفع فلوس فديه. الرانسام وير في اتاكس كتيره حصلت على سيستمز كتيره بنسمع عنها وبنقرا عنها، في شبكات كهرباء في دول زي اوكرانيا وانجلترا وقعت من كام سنه نتيجه اتاكس وسايبر فيزيكال اتاكس. في اتاكس بالتارجت انفراستراكشر زي الدي ان اس مثلا سيرفيسز، من يمكن في 2016 سمعنا عن الدايناميك دي ان اس اتاك اللي حصل على داين دي ان اس سيرفرز
وقعت يعني جزء لا بأس به من كريتيكال سيرفيسز على الإنترنت زي جوجل وتويتر في أمريكا. يعني الأتاكس بتزيد وكلنا شفناها وكلنا تعرضنا بشكل أو بآخر ليها. المشكلة بقى مش إن السوفيستيكيشن والأثر بتاع الأتاكس بيزيد، بس النوليدج اللي مطلوبة عشان تقدر تعمل الأتاك عمالة تقل. في التسعينات عشان كنت تعمل أتاك كان لازم تبقى شخص نوليدجبل جدا، يعني بتاع كمبيوتر ساينس وفاهم كويس، عنده اكسبيرينس عاليه وبيعرف يستخدم تولز ويكتب سكريبتس وبروجرامنج. يعني اول واحد عمل اول وورم، موريس ده اللي عمل اول وورم، ده كان راجل يعني نوليدجبل جدا جدا، يعني حد متخصص كبير، ما هوش حد صغير يعني. لكن النهارده احنا بنسمع عن اتاكس خطيره جدا بيعملها اطفال، ليترالي اطفال في الاعداديه، ويعمل اتاك بنك من البنوك. ولا ايه ده احنا يعني النوليدج نفسها اللي بقت مطلوبه عشان تعمل الاتاك بقت متاحه وسهله ومش كتيره. انت يو كان يوز سامبل سيت اوف تولز، مش لازم تكون ملم بكل التفاصيل بتاعت الامبلمنتيشن، يو جاست نيد تو نو هاو تو تقدر تعمل بيها فيري سوفيستيكيتد اتاكس. فالحقيقه احنا ان بيج بروبلم، الاتاكس بتزيد، خطورتها بتزيد، تعقيدها بيزيد، في نفس الوقت بقت اسهل تو امبلمنت. دي ببساطه المشكله اللي بنواجهها في ال 30 سنه اللي فاتوا، بنواجهها النهارده وهنواجهها الكام سنه الجايين. كل شويه احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اعتمادنا بيزيد جدا على التكنولوجي، احنا عمالين نعتمد بشكل أكبر using Microsoft Teams والإنترنت to deliver this ليكتشر. فاحنا اعتمادنا بيزيد على التكنولوجي، حتى احنا في ظروف خاصه وكوفيد ومش كوفيد والكلام الحلو ده، لكن يعني حتى ان شاء الله ربنا يكرمنا وينتهي هذا الوباء مش هنرجع ابدا زي ما كنا، لان اضطرارنا لاستخدام التكنولوجي يبين لنا ان في حاجات كويسه يعني اسهل ونقدر نستخدمها بشكل اكثر كفاءه من الطرق العاديه. احنا اعتمادنا بيزيد جدا جدا على التكنولوجيا كل يوم عن التاني، بالذات النتورك والانترنت، وبالتالي احنا الخطوره بتاعه تعرضنا للاتاكس بتزيد مع الوقت. وده اللي خلى زي ما قلنا السكيورتي ان ذا فور فرونت اوف كومبيوتنج. مفيش حد النهارده ما بيستخدمش السكيورتي او بيسمع عن السكيورتي او بيسمع عن الاتاكس. خليني يعني اقف شويه كده واسال بقى ايه الاخبار يا شباب، حد عنده سؤال، حد عنده استفسار؟ هل الدنيا واضحه جدا كده؟ لو حد عايز يسال على حاجه يانميوت الميكروفون ويتكلم. هو النورمال قلت اللي انا محتاجه عشان اعمل اتاك، ولا ان انا اوصل للنولج بقى اسهل؟ الحاجتين اولا انت فعلا انك توصل للنولج بقت اسهل. ليه بقى؟ اللي احنا بنطلق عليه البلاك كوميونتي او الهاكرز كوميونتي از انفورشنتلي ا سنجل كوميونتي. بمعنى مجرد ما حد بيكتشف vulnerability في سيستم ما، يعني احنا عرفنا ان في مشكله مثلا في operating system اوبونتو فيرجن 17 مثلا، نص ساعه وبيكون الانفورميشن دي بقت في العالم كله بتتنشر والناس بتسمعها وبتعرفها وبتستخدمها وحاجه زي الفل يعني. فدي مشكله كبيره، يعني this is a huge problem الحقيقه.
ان الكوميونتي دي كوميونتي واحده. العكس غير صحيح، يعني الناس بتوع سكيورتي للاسف مش سنجل كوميونتي، هتلاقي في شركات مثلا وحكومات، والمعلومات اللي بيعرفوها غالبا ما بيحتفظوا بيها لنفسهم، فالوصول للمعلومه بقى اسهل. في نفس الوقت انتشار التولز والتكنيكس اللي موجوده اللي تقدر تعمل بيها اتاكس خلت التولز دي وسهوله استخدامها، فانت مش محتاج معلومات كتير عشان تعرف تستخدم التولز دي. You can use it immediately، يعني من غير ما تتعب نفسك يعني. وبالتالي انت ممكن تستخدم هاكينج تول من غير ما تكون فاهمها بنسبه 100%، يعني قصدي مش لازم تكون انت كاتب السكريبت بتاعها ولا انت كاتب البروجرام بتاعها او فاهم كل التفاصيل بتاعتها، بالعكس انت بس محتاج تعرف يا دوبك ازاي تستخدمها. فبالتالي النولج المطلوبه فعلا بتقل، فهم الحاجتين هي بتقل وبقت اسهل. ايه تاني يا شباب؟ شكرا لك. عفو سيدي. حد عنده سؤال تاني؟ طيب يبقى احنا عرفنا المشكله، وي ديفاين ذا بروبلم. طب تعالوا نتكلم شويه بقى عن بعض الايه الديفينيشنز بقى، وهنبتدي بالشابتر الاولاني بتاع الكتاب اللي هو اوفر فيو. اوفر فيو يعني في جنرال كونسبتس كده هنتعلمها، لكن يعني ما فيهوش ذات ماتش اوف ديتيلز يعني. طيب الحقيقه احنا زي ما قلنا جزء كبير من دراستنا في السكيورتي هيعتمد على حاجه اسمها الكريبتوغرافيك الجوريزمز والبروتوكول، وهنلاقي ان احنا زي ما قلنا هنتعلم حاجات عن حاجه اسمها السيمتريك انكريبشن والاسيمتريك انكريبشن والداتا انتجريتي والاوثنتيكيشن بروتوكولز. الحقيقه ديت يمكن الارياز الرئيسيه اللي هنشتغل فيها ان شاء الله، ودي كلها ميكانيزم زي ما هنعرف بنستخدمها فور ذا سكيورتي. بس هو يعني ايه نتورك سكيورتي، انترنت سكيورتي، كمبيوتر سكيورتي، يعني ايه سكيورتي؟ يعني لما اقول انا بدرس سكيورتي فانا بدرس ايه، او انا راجل ايه سكيورتي انجينير اللي هو ايه يعني؟ طيب السكيورتي ببساطه هي مجموعه من الميجرز، اجراءات وتولز وتكنيكس وبروتوكولز ورولز وحاجات كتير قوي. ميجرز دي بنجمعها كلها في كلمه ميجرز. بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها ديتر اور بريفنت اور ديتكت اند اور كوركت. بردع، بحاول ان انا اردع، اصلا اعمل ردع للاتاكرز، يعني انا بحاول احمي السيستم بتاعي عشان الاتاكرز يخافوا يقربوا منه اساسا، يعني ما يجوش عندي اساسا الداتر اللي هو الردع يعني. او لا طب خافوا ما خافوش وجوم عندي، امنحهم ان هم يعملوا اتاك. فالاول انا بحاول اردع الناس ديت او اخوفهم او اثبطهم او امنحهم ان هم يعملوا اتاك، اصطول السيستم بتاعي وحاولوا ياتاك يبقى ما يفشلوا، يعني امنع هذا الاتاك. طب وصلوا وعملوا اتاك، اعرف ان بيحصل فيه اتاك. طبعا من الحاجات الخطيره جدا ان السيستم بتاعي يبقى اتاكت ومخترق وانا مش عارف. طب انا هعمل ايه بقى يعني؟ طب يعني ما لو انا مش عارف تبقى مصيبه، لان انا مش هقدر احل المشكله. طب لا خلاص انا عملت ديتكشن وحصل اتاك، طب ازاي اقدر اكوركت الاتاك ده؟ ازاي اقدر احل المشكله بتاعتي دي؟ يبقى هنا انا بتكلم على ميجرز عشان اعمل بيها اربع حاجات، يا اما اردع الناس ان ما تحاولش تتاك السيستم بتاعي، زي مثلا زي القانون اللي انا لسه قايله من شويه، قانون رقم لو انا فاكر 185 لسنه 2018، انا يمكن نسيت، اللي هو قانون مكافحه جرائم تكنولوجيا المعلومات. القانون ده محطوط وفيه غرامات وحبس وارقام كده، وتحبس مش عارف 3 سنين ويدفع غرامه 2 مليون جنيه. ده ليه؟ عشان نردع اللي بيحاولوا يعملوا اتاكس، which is ممكن واحد يخاف من القانون فما ما يعملش. فاذا القوانين واحده من الميجرز ديت، او ان انا امنع خلاص. طب واحد بقى مش همه القانون، فانا بحط بقى انتي فايروس وبحط فاير وول وبانكريبت الترافيك بتاعي وبستخدم ديجيتال سيرتيفيكتس وبستخدم الاتش تي تي بي اس مش الاتش تي تي بي، الحاجات الحلوه اللي هنتعلمها في الكورس عشان امنع ان حد ياتاك السيستم بتاعي. او ان انا اعمل ديتكشن، يعني ما منعتوش، طب على الاقل لما ياتاك اعرفه. طب لو حصل اتاك ازاي اقدر احل، يعني لو انا انفكتد باي فيروس ازاي اقدر اعمل كلين للفيروس ده؟ طب الفيروس ده شفر الملفات بتاعتي وطالب رانسم، ازاي اقدر اديكريبت الملفات دي تاني للشكل بتاعها؟ يبقى احنا هنا بنحاول نعمل اربع حاجات دولت لايه بقى؟ للسكيورتي فايوليشنز. السكيورتي فايوليشنز ببساطه لو حد بيفايوليت السيستم بتاعي من وجهه نظر السكيورتي، بيوصل لديتا او لريسورس مش من حقه يوصل لها،
فاحنا هنا دي السكيورتي. مينلي لو احنا بنتكلم على الديتا ات ريست، يعني لو احنا بنتكلم على فايلات موجوده على الجهاز بتاعي، او ده بنسميه كمبيوتر سكيورتي. لو بنتكلم على الديتا اون موف، يعني الديتا بتتحرك ترانسميشن، فاحنا هنا بنتكلم على النتورك سكيورتي. فهو السكيورتي ممكن تبقى على الفايلز والريسورسز على الكمبيوترز نفسها، او على الباكتس والنتورك ترافيك اللي رايح من جهاز لجهاز. يبقى برضو في تعريفات كتيره، مثلا ان الكمبيوتر سكيورتي هي البروتكشن افوردد تو ان اوتوميتد انفورميشن سيستم ان اوردر تو اتين ذا ابلكيشن اوبجكتيفز اوف بريزرفينج ذا انتجريتي افيلابيليتي اند كونفيدنشاليتي اوف انفورميشن. هنا التعريف يمكن بقى اكثر تفصيلا. بيقول لك انت بتعمل ايه، انت بتحمي ايه بالظبط؟ فيقول لك احنا بنحمي حاجه اسمها السي اي اي، او هنا حاطينها الاي اي سي، الانتجريتي والافيلابيليتي والكونفيدنشاليتي. ايه ده يعني ايه؟ هنشوفهم حالا دلوقتي. بان انا بحمي ثلاث حاجات اساسيه، والحاجات دي سواء عباره عن هاردوير او سوفت وير او فيرموير او انفورميشن او داتا او تيليكوميونيكيشن. وبالتالي السكيورتي ممكن تتحط على حاجات كتير، يعني مش بس على الباكتس اللي رايحه واللي جايه، وان كان ده جزء كبير جدا من النتورك سكيورتي والانترنت سكيورتي، لكن انا محتاج احمي كمان الهاردوير والسوفت وير والانفورميشن والديتا والتليكوميونيكيشن، سواء ديفايسز او انفراستراكشر او الديتا نفسها. التعريف ده بيقول ان احنا محتاجين نحمي ثلاث حاجات بشكل اساسي، اللي هم بنسميهم السي اي اي ترايات زي ما هنشوفه دلوقتي. اول حاجه الكونفيدنشاليتي، ودي متعلقه بشكل اساسي بالديتا. اي داتا موجوده على انفورميشن سيستم بيبقى فيه ليها اكسس رايتس، في ناس او ديفايسز او جهات هي اللي من حقها تبص على الداتا دي. تعالوا فور اكزامبل، مثلا احنا عندنا الاس اي اس اللي حضراتكم بتستخدموه من امبارح عشان تعملوا ريجستريشن للكورسز. اس اي اس ده او الستودنت انفورميشن سيستم اللي موجود عندنا في الكليه والجامعه، ده عباره عن انفورميشن سيستم وداتابيزز فيها المعلومات بتاعت كل الطلبه اللي موجودين عندنا في الكليه. المعلومات ديت الحقيقه في منها اولا معلومات سريه، يعني في معلومات بتاعه الطلبه مش من حق اي حد يشوفها، زي مثلا عنوانه تليفونه، قد تكون حالته الاجتماعيه اذا كان الطالب ده مستحق للدعم ولا لا، عنده مشاكل ماليه، في عندنا والطلبه في طلبه بتعفى من المصروفات والاخر. المعلومات دي معلومات مش اي حد المفروض يعرفها، يعني انت مش من حقك تعرف لو في حد في الكليه فعلا بيستحق الدعم او بياخد دي مش من حقك تعرفها، ودي معلومه خاصه بيه هو كونفيدنشال بالنسبه له، فدي معلومات اصلا مش من حقك تعرفها. في معلومات تانية تقدر تعرفها لكن مش من حقك تغيرها، مثلا زي درجاتك، انت كطالب تقدر تعرف الدرجه بتاعتك لكن مش من حقك تخش تغير الدرجه، يعني لا بتاعتك ولا بتاعت زمايلك. اللي بيقدر يرصد الدرجات ويشوفها بيبقى استاذ الماده، وانا كراجل مثلا بدرس لكم الماده دي ما اقدرش اخش على ماده تانية انا ما بدرسهاش واغير الدرجات بتاعتها. ده حتى ايفن انا اقدر اخش اضيف درجات للماده دي دلوقتي مثلا، لكن الماده اللي خلصت الترم اللي فات انا مش هقدر اخش اغير فيها الدرجات بتاعتها. هنا احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الكونفيدنشال، دي معناها ان الانفورميشن اللي هي برايفت او كونفيدنشال افيلابل اور ديسكلوزد لمين؟ لبس الاوثرايزد يوزرز، وبالتالي اي حد ان اوثرايزد يعني مش من حقه يوصل للداتا دي المفروض امنعه، سواء يوصل الداتا بالقرايه او بالتغيير او باي. فدايما بيقول ان انا عندي هنا حاجه اسمها اكسس رايتس. في نوع من انواع الكونفيدنشاليتي اللي بنسميه البرايفسي. البرايفسي هنا بتتعلق بالبيانات الشخصيه، البيانات الشخصية، فهنا احنا بنتكلم على بيانات يمكن زي مثلا الاسم والعنوان والتليفون والنوع والحاجات ديت، ودي من الحاجات اللي مهمة جدا وبدأ يظهر لها قوانين. حتى احنا عندنا في مصر برضو في قانون صدر اسمه قانون حماية البيانات الشخصية. احنا كلنا بنسمع عن الشكاوى المرة ان حد تلاقي تليفون بيكلمك وبدعاية وبيقول لك احنا والله انت مش عارف ليك عرض عندنا ايه، طب هو جاب تليفونك منين؟ ما خد التليفون ده مش عارف من قبل كده كنت في مكان وبتريجستر بالموبايل بتاعك. الحاجات دي بقت مجرمة. فبشكل عام واحده من الحاجات الاساسيه للاوبجكتيفز بتاعت الكمبيوتر سكيورتي ان انا احمي الكونفيدنشاليتي بتاعت الداتا، سواء الداتا ديت وهي متخزنه في فايل وهي بتتنقل على النتورك وهي عباره عن ايميل بودي او ويب بيج او ايا كان،
فانا اي نيد تو بروتكت الكونفيدنشاليتي. الحاجه الثانيه المهمه جدا الانتجريتي. الانتجريتي معناها ايه؟ ببساطه ان انا ما اسمحش لاي حد يعدل الداتا بتاعتي او يغيرها او يبعت داتا مش حقيقيه، بمعنى ان انا لما اوصل لي انفورميشن او داتا ابقى مطمن بشكل كامل 100% او باقصى ما يمكن ان الداتا دي سليمه، ما اتغيرتش، ما تلعبش فيها، ما هي داتا حقيقيه. زي حضرتك النهارده دخلت مثلا في محل وبتشتري وبتدفع بالبنك كارد بتاعك، سواء كان كريدت او ديبت او بالمحفظه بتاعتك اللي على الموبايل، ايا كان، يعني بتدفع بطريقه الكترونيه. احنا عايزين نطمن 100% ان الرساله اللي هتطلع من البيمنت ديفايس، البوينت اوف سيل ديفايس دوت اللي هو اللي بتحط فيه الكارت بتاعك، اللي طالع فيها اسم حضرتك ورقم حسابك واسم الشخص اللي انت بتدفع له او المحل او الحساب، والمبلغ اللي حضرتك ظاهر قدامك على الشاشه، انت قدامك انك بتدفع 100 جنيه، عايزين نطمن 100% ان المسج دي هتوصل فعلا للبنك او للكليرنس جيت واي سليمه 100%، مكتوب فيها 100 بجد، مش 10 ومش 1000، مش كده؟ دي اسمها داتا انتجريتي، وده اوبجكتيف مهم جدا جدا من الاوبجكتيفز بتاعت السكيورتي، ان انا اضمن ان المسج لما تطلع من السورس لحد ما توصل للديستنيشن ما يتلعبش فيها، ما يتغيرش فيها، مش كده بس. انا النهارده مثلا وانا بشتري تاني في نفس الاكزامبل ده، عملت ترانزاكشن ب 10 جنيه او ب 100 جنيه مثلا او ب 1000 جنيه. انا لازم اضمن ان التاجر ده ما يكونش حاطط في السيستم بتاعه حاجه بتسجل الترانزاكشنز دي وبعدين تعيد ارسالها. انا اشتريت مثلا حاجه ب 50 جنيه وبعد ما مشيت هو كان اوريدي عمل ريكوردنج لكل الباكتس اللي طلعت من الديفايس عن طريق انه مثلا اتاك الراوتر بتاعه او حط مان ان ذا ميدل اتاك زي ما هنشوف، وسجل الحاجات ديت وبعدين راح عمل لها ريبلاي بعد ما انا مشيت، راح بعت الترانزاكشن ده مره ثانيه او ثالثه، المعلومات اللي فيه سليمه ما اتلعبتش بس اتكررت. يعني انا بدل ما هيخصم مني مثلا ال 50 جنيه مره واحده هيخصمها مني 10 مرات فياخد مني 500 بدل 50. فعايزين نضمن ده 100% ان ده ما يحصلش. الكلام ده على مستوى الداتا، ونفس الكلام على مستوى السيستم. لو انا النهارده عندي سوفت وير، السوفت وير دوت بيعمل بروسيس معينه، انا المفروض اطمن ان قبل ما اشغل السوفت وير ده انه ما تلعبش، ما حدش دخل وحط فيه انجكتد لكود بيعمل اتاك او بياخد كوبي من الداتا بتاعتي او بيعدل فيها. دي بنسميها انتجريتي، ده تاني اوبجكتيف، ده تاني اوبجكتيف كبير من الاوبجكتيفز بتاعت السكيورتي. يبقى انا محتاج ان انا احافظ على الكونفيدنشاليتي ومحتاج ان انا احافظ على الانتجريتي. الحاجه الثالثه الافيلابيليتي. يعني ايه افيلابيليتي؟ انا دلوقتي داخل على سيستم عشان استخدمه، لازم السيستم يبقى ريسبونسيف، موجود، مش واقع. السيستم ايه؟ سيستم واقع؟ لا، ده ما ينفعش. النهارده بنتكلم عن التحول الرقمي، حلو قوي. كل ما تخش مكان يقول لك معلش استنى نص ساعه كده، اصل السيستم واقع. السيستم واقع يعني السيستم مش سكيور، يعني السكيورتي هنا بايظه، هنا السيستم از نوت افيلابل. ليه؟ ما هو الاتاكر ممكن يعمل ايه زي ما قلنا؟ بدل ما يوجع دماغه ويسرق داتا، ما يوقع السيستم، ما يملالي البافرز بتاعتي. فطبعا طبعا احنا عارفين ان السيستم واقع دي حجه اصلا عشان الناس ما تشتغلش، بس يعني دي على طول السيستم واقع دي معناها ان في مشكله كبيره جدا. يبقى الاوبجكتيف بتاعت الكمبيوتر سكيورتي او النتورك سكيورتي ان انا احافظ على الثلاث حاجات دولت، وده بنسميه السي اي اي تراياد او السي اي اي تراينجل. انا في الاخر عندي مجموعه من الداتا والسيرفيسز والكمبيوتنج ريسورسز، انا بحاول احمي الثلاث حاجات دولت فبقفل عليها البريمتر دوت. يمكن في ناس كمان حطت حاجه رابعه بنسميها النون ريبوديشن او السيان، هنشوف ايه ديت. يعني بدل ما هو تراينجل بقى سكوير يعني، لكن هي هي. طيب طبعا الانتجريتي والكونفيدنشاليتي والافيلابيليتي دي برضو بيتبعها حاجات تانية زي الاوثنتسيتي مثلا. ما انا عشان اقدر اضمن ان مش اي حد يطلع على ديتا مش من حقه، لازم اعرف اللي داخلي ده مين. فلازم اي يوزر او اي كمبيوتر بيحاول ياكسس ريسورس عندي، سواء الريسورس ده كان ديتا او باكت على النتورك او فايلز او بروسيسور او ميموري او اي حاجه، لازم اعرف هو مين. فبالتالي بدأت تظهر فكرة
فكره الاوثنتسيتي، وبالتالي هنا انا محتاج اوثنتيكيت اليوزرز دول عن طريق بقى يوزر نيم وباسورد، عن طريق فينجر برنت، عن طريق فيس ريكوجنيشن. النهارده مثلا حاجه زي الموبايل فونز والسمارت فونز، ما فيش النهارده سمارت فون كان ميثود فينجر برنت او مثلا فيس ريكوجنيشن. ده برضو عشان نقدر، احنا قلنا السكيورتي مش بس ان انا بريفنت الاتاكس، انا محتاج ان انا ديتر الاتاك واديتكت الاتاك وريكفر او كوركت الاثر. الكلام ده انا محتاج كميه لا باس بها من المعلومات. فتلاقي كل السيستمز النهارده بتعمل حاجه اسمها اكاونتي، يعني بيتسجل ببساطه لوج فايلز بتبقى موجوده على السيستم فيها كل الاكشنز اللي حصلت ومين عملها، عشان لو حصل عندي اتاك اقدر اخش على اللوج فايلز ديت واشوف هو الاتاك ده حصل ازاي، مين اللي عمل ومين اللي كونكتد، واقدر اي هيلد العمل المشكله دي اكاونتبل، اقدر احاسبه، اقدر اجيبه. وبدا يظهر حاجه كبيره اسمها ايه؟ اسمها الديجيتال فور، اللي هي الايه؟ البحث الجنائي الرقمي. ان انا النهارده حصل عندي اتاك، انا جالي ايميل فيه تهديد، حد دخل سرق ديتا من عندي، حد دخل وقع السيستم بتاعي، هسيبه كده؟ احنا قلنا ان في قانون وبيعاقب. دلوقتي في حاجه اسمها الديجيتال فورنسكس وبحث جنائي رقمي، وبنقدر نشوف مين عمل ايه ونحاسبه ونطلع بقى ادله ومحاكم ومباحث وبوليس وحاجات زي كده. طيب هو انا النهارده انا عايز اعمل سكيورتي، بس سكيور ايه في السيستم بتاعي؟ بس سكيور اي حاجه كده وخلاص ولا ايه؟ هي بقها دايما حاجه اسمها ريسك اسسمنت. انا النهارده سكيور ايه؟ بس سكيور الحاجه اللي ات ريسك. النهارده لو انت ماشي في الشارع وفي زلطه على الارض، صخره كده، هتشوطها برجلك، الجزمه هتتقطع، بس مش مهم يعني، او خلاص هتعدي من جنبها ومالكش دعوه بيها. نفس الحجر ده لو كان الماز او حته ذهب مش هتلاقيه اصلا في الشارع، مش كده؟ هتلاقيه محميه. ليه؟ لانها قابله للسرقه، يعني لو حد لقى حته الماز على الارض ولا حته ده على الارض هياخدها موست بروبابلي يعني. وبالتالي احنا لما بنعمل سكيورتي او بنبروتكت ريسورس، ده بيعتمد على حاجتين: اهميه هذا الريسورس، والاثر اللي يترتب على ان الريسورس ده يحصل له اتاك. دايما هتلاقي الحاجات المهمه بالنسبه لك انت بتحميها بشكل افضل، اوكي؟ وبالتالي ده بيبقى بيعتمد على حاجه اسمها ريسك اسسمنت. فدايما احنا الاول قبل ما نعمل اي سكيورتي لاي ريسورس لاي كومبيوتنج ريسورس، لازم الاول نشوف هو الريسك بتاع ان يحصل عليه اتاك او الامباكت، ده بنسميه الامباكت بتاع الاتاك ايه؟ هل هو لو امباكت ولا مودريت امباكت ولا هاي امباكت؟ يعني لو عندي مثلا فايل حصل انه اتمسح، يعني لو الفايل ده الفايل بتاع الاوبريتنج سيستم نفسه، مش مشكله يعني. لو فايل بتاع بروجرام معين مثلا، هدوخ بقى عشان اجيب اللايسنس بتاع الفايل ده، البروجكت اللي انا هسلمه واخد عليها 15 درجه، دي مصيبه، انا خسرت 15 درجه، تمام؟ خسرت التقدير بتاعي. وبالتالي لما قبل ما اعمل سكيورتي الحاجه اللي كوست تايم ماني كومبيوتنج ريسورسز اند سو اون، الفكره كلها ان انا عندي مثلا في الكمبيوتر بتاعي في 10000 ملف، مش لازم ابروتكت ال 10000 بشكل او باخر، انا بروتكت بس الحاجات اللي لو حصل عليها اتاك الامباكت بتاعها هيكون اعلى من اللي انا اقدر اتحمله. وبالتالي دايما احنا ممكن نقسم الليفلز بتاعت الامباكت بتاع الاتاكس لي لو او مودريت او هاي. في ناس بتستخدم تقسيم خماسي اللي هو فيري لو، لو، مودريت، هاي، فيري هاي اند سو اون، بحيث ان انا اقدر احدد الايه الليفل اللي انا محتاج ان انا اعمل عليه سكيورتي. طيب الحقيقه عمليه السكيورتي دي تشالنجينج جدا، تشالنجز ان كمبيوتر سكيورتي، دي مجموعه من التشالنجز دول، 10 تشالنجز يعني ممكن نتكلم عنهم. في اخرين زي ايه مثلا؟ سكيورتي از نوت سامبل، دي مش حاجه بسيطه، مش مجرد سوفت وير هتعمل له انستليشن. ده حتى ابسط انواع السكيورتي زي الانتي فايروس، انت لازم تنقي الانتي فايروس وتحسب اللود بتاعه وتشوف الفايلز اللي موجوده عندك، وده اذا كان هينفعها ولا لا، وكل يوم تعمل له ابديت وابجريد وتجيب الفايل ديفينيشن الجديد اند سو اون. It's not a simple. في
ابسطها. وغالبا انت عشان تقدر تعمل سكيورتي بقى على داتا سنتر بتاع مؤسسه ولا بتاع جامعه ولا بتاع بنك، العمليه بتبقى فيري كومبلكس، يعني يو نيد ا لوت اوف ثينجز. يعني المشكله كمان ان حضرتك اصلا عشان تعمل سكيورتي لازم تتوقع هي ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل عليك. انت واخد بالك، انت هنا عمليه السكيورتي از بري بروسيس. يعني ده انت عشان تعرف تعمل سكيورتي لازم تتوقع هي ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل عليك اصلا، وبالتالي ومن غير ما تحصل، فانت يو نيد تو بريدكت الاتاكس وتكونسيدر عشان تعرف تستخدم السكيورتي ميجرز المختلفه. هتلاقي في حاجات كتير كده يعني ايه يعني تعارض المنطق البسيط. هتلاقي في ناس كتير قوي اللي هم مش متخصصين بالذات يقول لك هو اللي انت بتعمله ده هيسكيور، ده مش هيسكيور، فايتس كاونتر انتيوتيف. يعني تعارض المنطق البسيطه طبعا، لان الناس مش بتبقى فاهمه، فما بتبقاش فاهمه قوي. زي ما قلنا احنا السكيورتي ميكانيزمز كتيره قوي قوي، يعني مش وان سكيورتي ميكانيزم هتنفع ان انا احمي بيها. انا هتلاقي ان انا محتاج احط فاير وول وانتروجن ديتكشن سيستم، واحط بقى واف ومش عارف بريمتر فاير وول وداتا سنتر فاير وول، واحط انتروجن ديتكشن سيستمز، واحط انتروجن بريفنشن سيستمز، واحط اناليتكس مش عارف فين، واند بوينت بروتكشن فين. كميه ميكانيزمز مهوله، انا اي نيد تو يوز ات، احطها فين؟ احط كل واحده فين؟ من التشالنجز انك السكيورتي دي عمليه مستمره. يعني حضرتك عملت سكيورتي ميجرز خلاص حلو كده، لا ده يو نيد تو كونستانت مونيتور ذيس ميكانيزمز، سواء بقى الفايلز البروجرامز الفاير وول الديفايسز، محتاجه مونيتورنج بشكل ما بتستثمرش فيها الا لما بتحصل المصيبه. يعني تلاقي الناس حاطه الحاجه بتاعتها وزي الفل، ومع اول اتاك يفتكروا ان في حاجه اسمها سيكيورتي، فانت غالبا بتروح تعمل سيكيورتي ميجرز للسيستم اتاكت اوريدي، وبتبقى دي مشكله كبيره جدا، لان احد التحديات الضخمه ان انت تطمن ان الاتاكر اللي عمل اتاك قبل كده مش مجرد انه سرق داتا ولا حاجه، انه ما سابش جوه السيستم بتاعك باك دور. تعمل في ميجرز الممكنه، وبرضه تلاقي انت السيستم بتاعك اتاك. عشان كده دايما نقول ايه، اول ما تنستول الاوبريتنج سيستم انستول الانتي فايروس قبل ما تعمل اي حاجه، عشان تبقى ضامن ان انت عندك فريش انستليشن كده ما حصلش عليه اي اتاكس. دايما احنا بنستخدم عشان نقدر نعمل وان ميكانيزم بيبقى معقد مليان الجوريزمز وبروتوكولز مختلفه. السكيورتي از كونتينوس شان باتل، يعني حرب مستمره بشكل مستمر، لان انت كل ما بتعمل مور سكيورتي على السيستم كل ما الاتاكرز بيخترعوا لك مور اتاكس. واحدة من المشاكل بقى في مستوى البيزنس ان سكيورتي مكلفة، بتكلف فلوس كتير، فدايما اصحاب السيستمز يقول لك يا عم واحنا عندنا ايه، يعني هدفع مليون جنيه عشان اشتري فاير وول مش عايزها دلوقتي. فهو غالبا ما بيبتديش يقول لك الحق احنا عايزين نشتري الفاير وول الا بعد اول اتاك ما بيحصل عليه وتسرق منه داتا 8 10 مليون جنيه، يقول لك يا ريتني استثمرت. طبعا السكيورتي بشكل عام بتاثر على الافشنسي واليوزابيليتي، دي حاجه معروفه، كل ما بتزود سكيورتي كل ما السيستم ارخم في استخدامه. يعني انت النهارده عندك نتورك وعندك موظفين وفي اجهزه، الموظف الصبح بيجي يفتح الجهاز بتاعه ويدخل ويشتغل، تقول له لا استنى اعمل لي اوثنتيكيشن بقى دخل باسورد، لا 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 استنى ده انا البولسي بتاعتي بتقول ان الباسورد لازم تكون 25 حرف، لا ده لازم يكون فيها كابيتال وسمول، ده مش عارف ايه. طب بعد ده كله تروح مطلع له كابتشا على السكرين تقول استنى عشان اطمن ان انت مش سوفت وير، اقرا الحاجه وتطلع له كده صوره منغمشه وفيها ارقام وحاجات عجيبه، انت بتقرف اليوزر حقيقه، يعني بتقلل اليوزابيليتي، بتخلي السيستم اصعب في استخدامه، ده منطقي 100%. ما يعني وبالتالي دايما يعني الناس ما بتبقاش سعيده بالسكيورتي ميجرز الكتيره. يعني ببساطه انت حضرتك لو داخل اي مكان وفي بوابه الكترونيه يقول لك طب استنى طلع اللي في جيوبك، طب طلع، انت بتبقى متضايق، يعني ده شيء طبيعي. يعني ودلوقتي يقول لك طب استنى مقيس الحراره بقى كمان، ما هو بيسكيور المكان اجنست العدوى بتاعه الكوفيد، وبقى ترمومتر ولا مش عارف يعني. طب انا بقف بقى بدل ما كنت بدخل بسهوله بقف كتير قبل ما ادخل، حد يقيس الحراره ومش عارف انت
يعني عمليه شويه اتس ذات. دي يعني مجموعه من التشانلز، يعني دول 10 تشانلز من تلك 10 كامله. طيب عشان نفورمالايز الكلام دوت احنا محتاجين نعرف ثلاث حاجات. يعني السكيورتي فريم ورك او الاركتكتشر دايما بيتكلم على ثلاث حاجات: سكيورتي اتاكس، سكيورتي ميكانيزم، وسكيورتي سيرفيس. يعني دايما انا لما بتكلم على سكيورتي بتكلم على ثلاث مكونات رئيسيه. طيب سكيورتي اتاك معناها الاتاك هو عباره عن اكشن عشان يكمبرومايز السكيورتي بتاعت السيستم. دايما الاتاك مرتبط بفولنربيلتي او نقطه ضعف جوه السيستم بتاعك. اي سيستم في الدنيا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، فاي سيستم في الدنيا لازم يكون فيه نقاط ضعف. لو انت عندك سيستم فيه نقاط ضعف فانت كده تحت بيحصل عليك اتاك. عشان كده دايما بنتكلم على كلمه ثريت. ثريت معناها ايه؟ معناها ان انت يا اما عندك سيستم فاليبل جدا، الفاليو بتاعته عاليه جدا، زي مثلا شبكه الكهرباء ولا شبكه الاغاثه ولا الكمبيوتر اللي عليه كل الديزاينز بتاعت الشركه بتاعتك، او الريبوزيتوري لما حضرتك تتخرج اللي عليه كل السورس كود بتاع الشركه بتاعتك وعليه حاجات بقى فيها براءات اختراع عن صعد. فانت هنا عندك فاليبل انفورميشن، فوجود الفاليبل انفورميشن او وجود نقاط ضعف في النظام بتاعك ده معناه ان انت بقيت تحت التهديد. فانت هنا بقى في ثريت. تمام. وطبعا من مهام السكيورتي انجينير انه يديفاين ايه الثريتس المختلفه اللي موجوده في السيستم بتاعه. لو حد بقى من بره او من جوه، سواء انترنال اتاكر او اكسترنال اتاكر، عرف يفايوليت ذيس او يكسبلويت الثريتس دي، يعني يكسبلويت نقطه الضعف دي، فالثريت هنا تحول الى اتاك. يمكن في الكتب والمقالات بتاع السكيورتي والليترتشر هتلاقوا كلمه ثريت وكلمه اتاك الناس بتستخدمهم مكان بعض، لكن عموما ثريت دي معناها ان انت عندك مشكله في السيستم بتاعك. اتاك حد اكسبلويتد ذس بروبلم عن طريق انه بيكسبلويت الفولنربيلتي اللي موجوده في السيستم، او بيحاول ياتاك الفاليبل ريسورس اللي موجوده عند حضرتك. تمام. دايما السكيورتي بتبتدي ان انا اشوف ايه هي الثريتس اللي موجوده عندي وايه الاتاكس اللي ممكن تحصل عندي. الاتاكس ممكن نقسمها لنوعين كبار بالذات من وجهه نظر النتورك. حاجه بنسميها باسيف اتاك، ان الاتاكر هنا مثلا في الاكزامبل اللطيف ده عندنا تو كوميونيكيتنج بارتيز، دايما هنستخدم اليس وبوب از اكزامبلز. فبوب بيبعت مسج لاليس وفي حد في النص تاني مش من حقه يبص على المسج دي، ولا يكون ايميل او وات ايفر، بيحاول ياتاك النتورك ويكستراكت الداتا منها. وده سهل جدا، يعني مفيش اي مشكله خالص. لو انا موجود على نفس النتورك انا كل اللي محتاج ابص عليه، احنا عارفين النتورك مبنيه على مبدا بتاع البرودكاستنج والشيرد شانلز، فلو انا عندي اكسس على الشانل انا شايف كل الباكتس اللي رايحه واللي جايه. وده بنسميه باسيف اتاك، لان هو بس بيبص على الداتا. في نوع تاني بنسميه الاكتيف اتاك، ان هنا بس الاتاكر مش بيكتفي انه يبص على الداتا، لا ده هي كان انترسبت الداتا ديت، يمنع الداتا ان هي توصل من من بوب لاليس و داتا تانية مكان. يعني الباسف اتاك زي ما قلنا زي الايفز دروبنج مثلا، او انه يعمل ترافيك اناليسز. الاكتيف اتاك في انواع كتيره زي ما قلنا مثلا الريبلاي، او الموديفيكيشن اوف مسجز، او الدينايل اوف سيرفيس، او الماسكيوريتنج انه حد يدعي انه حد تاني. فدي انواع الاتاكس مينلي في النتورك. احنا نقدر نقسم الاتاكس للباسف. الباسف اتاكس اللي هو بيوصل لديتا او ريسورس مش من حقه يوصل ليه. الاكتيف اتاك انه بيحاول يغير ان ذس داتا او الفانكشناليتي او الافيلابيلتي بتاعت السيستم. طيب احنا عرفنا الاتاكس وقلنا ايه الانواع بتاعتها او التصنيف بتاعها. الحاجه الثانيه اللي دايما بنتكلم عليها كسكيورتي انجينيرز هي السيرفيسز. انا دلوقتي طب انا عارف ان السيستم بتاعي فيه معرض لمجموعه من الاتاكس وانا عندي ثريتس. طب انا بعمل ايه؟ انا بحاول اضيف في السيستم مجموعه من السيرفيسز تو بريفنت او تو ديتكت او تو ريكفر او تو ديتر زي ما قلنا للاتاكس. دي بنسميها سكيورتي ميكانيزم. تمام. او بنسميها اسف سكيورتي سيرفيس. سكيورتي سيرفيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن انا بضيف في السيستم بتاعي لاير في بروتوكول مثلا كوميونيكيشن
انا بتكلم على النتورك او بضيف سيرفيس او سوفت وير عشان يبروفايد سكيورتي ميجر معين للسيستم بتاعي او اوثنتيكيت سيرفيس. ان انا اضيف في السيستم بتاعي حاجه بتوثنتيكيت زي مثلا لوجن سكرين يوزر نيم وباسورد، او زي مثلا فينجر برنت سنسور او فيس ريكوجنيشن او اي بي سورس اوثنتيكيشن او دي اكسس كنترول. طب انا معهم يعملوا اي حاجه ولا في يوزرز هسمح لهم بالقرايه بس، يوزرز من حقهم ان هم يغيروا في الداتا، يوزرز من حقهم يمسحوا الداتا او ينقلوها من مكان لمكان. فهنا بحط حاجه اسمها اكسس كنترول. دي كاتيجوري ثانيه من السيرفيسز. الاكسس كنترول ممكن تعمل بحاجه اسمها الاكسس ليست، بحاجه اسمها الكابابيلتي ليست، حاجات كتير قوي. الكونفيدنشاليتي، طب انا دلوقتي في داتا عايز ابروتكت الداتا ديت، ما حدش يقدر يقراها الا بشكل معين من في مكان معين لفتره محدده and so on. فانا بتكلم على الكونفيدنشاليتي. الانتجريتي، ازاي اقدر احمي الداتا بتاعتي ضد التغيير وضد الاكتف اتاكس، دي برضو سيرفيس بنسميها داتا انتجريتي. اخر حاجه بنسميها النون ريبوديشن. نون ريبوديشن يعني عدم الانكار، بمعنى طب انا دلوقتي حد عمل اكشن ما ينكرش الاكشن ده. يعني مثلا زي ما قلنا احنا في الاكزامبل بتاع البوينت اوف سيل، انا محتاج ان انا احمي المشتري ان التاجر يريبلاي او يغير في المبلغ اللي طالع من المكنه بتاعته. في نفس الوقت انا محتاج احمي التاجر ان محدش يروح يشتري وبعدين يقول انا ما اشتريتش، انا الكارت بتاعي كان مسروق. انت لو الكارت بتاعك اتسرق من حقك توقفه، بس اي حاجه حصلت قبل كده لا لا خلاص، you can't deny that you have done this. ده بنسميه non repudiation. ومثلا يقول لك طب لا طب انا الكارت بتاعي، طب استنى لا ده انا هحمي لك الكارت بتاعك ببن نمبر، اي اوبريشن حط فيها البن نمبر فدي بتاعتك، لكن لو اوبريشن غير البن نمبر نقدر ديسبيوت فيها ونرجع لك الفلوس. دول الخمسه مين كاتيجوريز اللي يجي تحتيهم السيرفيسز. طب اتكلمنا عنهم بسرعه فانا اي سكيب ذس. الاوثنتيكيشن ايه هي؟ وزي ما قلنا في عندنا حاجه اسمها البير انتيتي اوثنتيكيشن والديتا اوثنتيكيشن. انا باوثنتيكيت شخص داخل او باوثنتيكيت ان الداتا اللي جايه لي ديت جايه فعلا من الاوريجن ده مش جايه من مكان تاني. الاكسس كنترول زي ما قلنا، طب انا دخلت على السيستم انا هعمل ايه، ايه اللي من حقي اعمله. الداتا كونفيدنشاليتي زي ما قلنا، انا بحمي الداتا ازاي، سواء الداتا دي اتريست او اترانسميشن، الداتا دي في شكل فايلز او في شكل باكيتس على النتورك. الداتا انتجريتي، ازاي احمي الداتا من التغيير او اعاده الارسال او ان جزء منها يتشال ما تتبعتش كلها. والنون ريبيديشن، ان السندر او الريسيفر يديناي ان هو عمل ترانسميشن للمسج. والحقيقه يعني هتلاقوا عندكم تيبل كده في الكتاب في شابتر 1 شارح كل حاجه ومدخل فيها تفاصيل اخرى، هسيبكم تقروها من الكتاب. طيب انا عندي اتاكس او ثريتس وعايز اضيف في السيستم بتاعي سيرفيسز، طب هنفذ السيرفيسز دي ازاي؟ في بقى يعني مجموعه من الميكانيزمز اللي لما استخدمها اقدر ايه؟ اقدر اقدم السيرفيس دي. في ميكانيزمز بنسميها سبيسيفيك ميكانيزم، زي مثلا الانكريبشن والسايفرمنت، زي الديجيتال سيجنتشر، زي الاكسس كنترول، زي الداتا انتجريتي باستخدام السي ار سي كودز او الاوثنتيكيشن او اسف الهاش كودز. في اوثنتيكيشن اكستشينج بروتوكولز زي التشالنج ريسبونس بروتوكول. في حاجه اسمها ترافيك بادنج، ان انا ازود في الترافيك حاجات عشان راندم مثلا، عشان زي ما هنشوف بنعمل بيها ايه، ان انا اكونترول الراوتنج، ان حاجات دي بنسميها سبيسيفيك سكيورتي ميكانيزم. ميكانيزم غالبا لما بستخدمها بحقق بيها هدف واحد من الاهداف او من السيرفيسز بتاعتي. في حاجه بنسميها بيرفيسيف سكيورتي ميكانيزم، ميكانيزم تقدر تحقق لي اكتر من سيرفيس، زي التراستد فانكشناليتي والسكيورتي ليبلز والايفنت ديتكشن والاوديت والسكيورتي ريكفري. دي حاجات مش بتبقى بتحدد سيرفيس معينه لكن بتحقق لي اكتر من سيرفيس. يعني خلينا مثلا نتكلم على الاوديت تريلز. الاوديت تريلز دي زي ما قلنا
انها لوك فايلز بيبقى فيها اوديتنج لكل الانفورميشن اللي حصلت او الاكشنز اللي حصلت. طب دي انا بستخدمها ازاي؟ ممكن استخدمها عشان اديتكت الاتاك، عشان ريكفر من الاتاك، عشان اعرف ايه اللي حصل فاندو الاكشنز دي، او عشان اهيلد الشخص اكاونتبل واجيب الاتاكر ده واحاسبه او اعمل عليه غرامه او ابلغ عن البوليس. وهتلاقوا فيه يعني كل برضو في الكتاب هتلاقوا فيه تفاصيل عن الميكانيزمز المختلفه، وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. الحقيقه بقى ميكانيزمز على الاطلاق اللي بتستخدم في السكيورتي هي الكريبتوغرافي، هي عمليات الانكريبشن والديكريبشن وما يرتبط بها من اذر كومبيوتيشنال الجوريزمز. دي ميكانيزم مش زي ما احنا متخيلين بتاعت كونفيدنشاليتي بس، لا الحقيقه بقدر اعمل بيها يعني اي كان دو اوثنتيكيشن يوزنج الكريبتوغرافي، وده بيبقى قوي جدا، اقوى بكتير من البروتوكولز اللي ما بتعتمدش على الكريبتوغرافي في الاوثنتيكيشن. الاكسس كنترول نفس الحكايه، الكونفيدنشاليتي طبعا، الانتجريتي، النون ريبيتيشن. هنلاقي ان الكريبتوغرافي one of the best most strong mechanisms اللي كان I can use it for different services. عشان كده احنا هنركز في جزء كبير من الكورس بتاعنا على الكريبتوغرافي بإذن الله تعالى. انا عندي two models للsecurity. انا دلوقتي بيبقى عندي data او information وانا عايز اسكيور هذا الكلام. mainly لو انا بتكلم على النتورك او الانترنت، فانا مفروض ان انا ببعت الداتا دي through an communication channel. communication channel دي غالبا زي ما احنا عارفين معتمدة على الباكتس بقى والهيدرز والكلام العظيم ده. فدايما انا عند السندر لما باخد المسج باستخدام secret information ما يعرفهاش الا السندر لوحده، والريسيفر بيبقى عارف جزء منها او هي بحول المسج دي into a secure message، وببعت a secure message ديت على الشانل، بحيث ان اي opponent عنده اكسس على الشانل ما يقدرش لا يقرا المسج ولا يموديفاي المسج ولا يخترع مسج and so on. ولما المسج دي بتوصل للناحية التانية بعمل الانفرس ترانسفورميشن، اللي هو انا عملت هنا ترانسفورميشن عشان احولها من المسج العادية للسيكيور مسج، بستخدم الانفرس بتاعه باستخدام نفس السيكريت انفورميشن او ريليتد انفورميشن ليها عشان ارجعها تاني للاوريجينال مسج. ده موديل من المودلز اللي بنستخدمه فور نتورك سيكيورتي. في موديل تاني اللي بنسميه الاكسس سيكيورتي موديل، ان انا انا الديتا جايه لي واتيفر كانت شكلها عامل ازاي، سواء الديتا ديت كانت ديتا جايه من ليجيتمت يوزر او من اوبوننت، سواء كان هاكر او سوفت وير زي فيروس او ورم او واتيفر. فدايما ببقى حاطط على السيستم بتاعي حاجه بنسميها جيت كيبر فانكشن، زي مثلا زي الانتي فايروس مثلا. الانتي فايروس ده جيت كيبر فانكشن مهم جدا، ان لو جيت احط اي فايل او باكسكيوت اي بروجرام على الكمبيوتر بتاعي، الانتي فايروس بيبتدي يبص على اللي بيحصل ده وبيقول ده في فيروس ولا لا. او زي الفاير وول مثلا، لما بحط فاير وول على النتورك بتاعتي فمش اي ترافيك جاي لي انا بسمح له، وبالتالي الجيت كيبر فانكشن دوت بيحافظ على الانفورميشن الموجوده عندي. يبقى سواء انا بستخدم الموديل بتاع الكوميونيكيشن سكيورتي ان انا بسكيور المسج قبل ما تتحط على النتورك وهي خارجه منه، او بستخدم جيت كيبر فانكشناليتي ان انا اديتكت ايه اللي جاي لي واشوفه اذا كان ينفع يدخل ولا لا، دول الاثنين دولت هم السكيورتي مودلز اللي احنا بنستخدمهم وهنشوفهم ان شاء الله بالتفصيل. اساسي ان انا امنع ما اسميه بالانوانتد اكسس، انا بحاول امنع الايه الشخص اللي مش اوثرايزد انه ياكسس الانفورميشن او الداتا او الريسورس بتاعتي، سواء زي ما قلنا وهي ات موف وهي بتتحرك على النتورك او الانترنت، او هي موجوده اتريست على الكمبيوتر بتاعي. ده ان سمري الايه الانترودكشن اللي احنا طلعنا بيها. خلينا نركز بشكل اساسي على يعني ايه اتاك، يعني ايه سيرفيس، يعني ايه ميكانيزم. دول من الحاجات الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنهم وهنبني عليهم بقيه الكورس بتاعنا. الميكانيزمز بالذات الكريبتوغرافي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده باذن الله تعالى. يعني احنا كده خلصنا بشكل عام الجزء بتاع الانترودكشن، فخليني برضو ارجع كده اسال لو حد عنده اي سؤال، حد عنده اي استفسار، حد عنده اي تعليق. انا سامع، اتفضل دكتور. هي المحاضرات دي هتترفع؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا هي متسجله، انت هتلاقوني انا مسجلها وهرفعها ان شاء الله. شكرا. حد عنده استفسار يا شباب؟
كده بقى احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الجنرال انترودكشن للسكيورتي كورس اللي احنا هناخده ان شاء الله الترم ده.